مدن الساحل عبر التاريخ اشتهرت طبعا تماما في اعتماد اقتصادهم بشكل كبير على البحر عموما. من ضمن اهم النشاطات الاقتصاديه عندهم والثقافيه اللي هو موضوع السمك. فاحنا الحين راح نطلع نشوف مزرعه الاسماك اللي موجوده عندهم وكيف قدروا يصنعون منها اقتصاد جديد يغذي المدن. تعريف الاستزراع السمكي بشكل عام هو عبارة عن تربية الأحياء المائية بجميع أنواعها من أسماك وقشريات وصدفيات ورخويات وأيضاً نباتات مائية. العملية الاستزراع السمكي أنه ازداد عدد السكان في العالم وبالتالي قل المخزون السمكي في البحر، فبالتالي لجأنا إلى توفير الأسماك عن طريق الزراعة المائية. احنا الان طبعا عند اول نقطة من المرحلة الاولى، احنا طبعا نقوم بجمع الامهات من البحر، بعد كذا نحطها في نظام الاقفاص العائمة. السبب عشان تتأقلم على وضع الاقفاص العائمة نقوم بتغذيتها على اسماك. وهنا الان نقوم بعملية تغذية اليرقات حتى تصل الى وزن 1 جرام، بعد كذا يتم نقلها إلى البحر أو إلى الأقفاص العائمة مرة أخرى. بعد أن تصل إلى وزن الجرام يتم نقلها للبحر للتربية والتسمية. طبعاً هنا تعتبر نهاية المرحلة الأولى من عملية الاستزراع. بعد ما ننتهي من مرحلة المحجر الصحي وتخرج لنا اليرقات أو الأصبعيات بحجم 1 جرام، يتم تنزيلها في الأقفاص هذه اللي في المنتصف هنا، منتصف المزرعة. تظل عندنا الأصبعيات أو اليرقات في الأقفاص الصغيرة لمدة 6 أشهر، يتم نقلها إلى الأقفاص الكبيرة اللي من الجهة الأخرى بمحيط 60 متر، وتظل هناك حتى توصل إلى حجم التسويق اللي هو 0.5 كيلو جرام، يعني دورة الإنتاج كاملة تكون لمدة تقريبا من 12 إلى 14 شهر. لو تلاحظون هنا عندنا عملية التغذية اليومية، طبعا عملية مجدولة. احنا الان طبعا عند احد الاقفاص الكبيرة بمحيط 120 متر، عدد الاسماك في القفص هذا ما يقارب 400 ألف سمكة. بعد ما يكمل القفص هذا ان شاء الله دورة التربية كاملة اللي هي من 12 الى 14 ان شاء الله 14 شهر ان شاء الله، راح نحصد بحول الله ما يقارب 150 طن بإذن الله. مكونات تتكون منها الأعلاف هي مسحوق السمك والصويا الذرة الشامية. كمتخصص في المجال وعارف مكون العلف هذا، ما عندي أي مشكلة أني ألتهم يعني أي جزء من العلف هذا. أنواع الأسماك المستزرعة والتي نجحنا في استزراعها في مشاريع شركة أسماك تبوك هي 4 أنواع ولله الحمد حتى الآن: سمكة الهامور المحلية المتواجدة في البحر الأحمر والخليج العربي، وأيضا سمكة السبيطي التي جلبت من الخليج العربي، وسمكة القاروس الآسيوي أو مسماها العربي البرموندي، وأيضا التي وصلنا إلى باع طويل في إنتاجها لله الحمد السنة اللي راحت أنتجنا ما يقارب 1500 طن، هي سمكة السيبريم الأوروبي أو الدنيس.